هي المرحلة الأخيرة وآخر لعبة رعب بحياتي. مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ إن شاء الله تكون كتير مناح وأنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبسلسلة الرعب بلعبة رعب جديدة. هيدي لعبة الرعب ما لو منزل حدا عنا من اليوتيوبر، يعني هي نكشتها هيك لقطة جبتها، لأن كنت عم دور شو نزلكم شي فعلا برعب وشي فعلا حلو وما حدا منزل عنه، فطلعت لي هي اللعبة. هي عن جد كتير 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 بترعب وكتير حلوة وممتعة. هي عبارة عن مراحل، نحن لازم نمر هاي المراحل ولكن كالعادة بأجواء رعب وبأجواء هيك خوف والشغلات اللي انتو بتحبوها. لكن قبل ما بلش بهذا الفيديو حبيت اني اعتذر عنكم عن اليومين اللي انا قطعت فيهم بالقناة، كان في إلي أسبابي الشخصية. إذا بتحبوا تعرفوا شو عم بيصير معي، ليش قطعت، ليش بس اقطع عن القناة، ضيفوني على الانستغرام لحتى تشوفوا يومياتنا بالستوري تبعنا. هذا هو الانستغرام تبعي. الفلوج الجاي رح ينزل عن سبب القطعة تبعي وتبع باسل، وبإذن الله رح تشوفوا كل شيء ورح تفهموا كل شيء. وهلا خلوكم مع الفيديو، لكن لا تنسوا قبل ما تبلشوا بالفيديو تضغطوا زر الاشتراك وتضغطوا زر اللايك وتتركوا بالانستغرام وبس. وهلا خلوكم مع الفيديو. وقبل ما نبلش الفيديو لكم معلومة، يلي بيخافوا قلبه ضعيف اعقل تفوتوا على هذا الفيديو، لأنه الفيديو اليوم كتير كتير بيرعب. وانا شخصيا ما بحب العب الرعب، بس كرمالكم انا عم بلعبها عم بغصب حالي اني العبها، فاللعبه كثير بتخوف. فاللي بيخاف واللي بينقش واللي بيرعب لا تكملوا الفيديو ولا تشوفوا بالليل. مثل ما قلت لكم اللعبه خمس مراحل، رح نبلش مرحله مرحله. المرحله الاولى find a flash in the classroom، بحكي انجلش، لاقوا فلاشه بصف. تمام تمام اوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا؟ دمه شو هذا اللي عم يطير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله. وين عم روح أنا؟ اقروا المعوذات يا جماعة الخير وما حدا بيصير معه شيء، بس اقروا. يقطع عمري هاللعبة المتخلفة، انتو بتكون رعب ما هيك؟ طيب يا جماعة انا والله العظيم بنقص، حرام عليكم، بدون سلسلة رعب. بسم الله يلا معلك، كرمالكم كل شي بهون. وين بدي روح انبر؟ بدون فلاش، فلاش بالصف، هي صفوف. طيب بدون فلاش بالصف. شو هون؟ عم ارجي ايد. شو ايد؟ شو ايد؟ ها خلصنا المرحلة. اتمنى اول مرحلة بنجاح. هلا رح ننتقل للثانية. find two notes. two notes يعني مذكرات، دفتر، ورقة، شيء. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. اللي بتصرخ بتقرف. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب العالمين، لا اله الا الله، محمد رسول الله، يا رب. كله بيكتب لي ها هي نوتس زفتي وحده، كله بيكتب لي بالتعليقات انه ريما بتختم القران وهي قاعده عم تلعب العاب الرعب. فعلا يا جماعه، يا شفتوا كيف طار من قدامي؟ شو هون؟ هي النوتس الثانيه صح؟ صح؟ نوتس تانية، قالوا لنا تو نوتس. خلصنا المرحلة التانية. على فكرة المرحلتين سهلين ما لهم صعبين أبدا، بس الأجواء بتخوف شوي. نيكست المرحلة الثالثة. شو اسكيب تو ذا مين دور؟ شو يعني؟ هروب للباب الصح؟ هروب من الباب الصح، ليش كم باب هون؟ هو باب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يو اكيد هذا الباب اللي تحت لانه بلش الرعب هون. بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. خلص يا مشان الله بس بدي اطلع. انا ما ركلت شيء، كيف طارت هي لحالها؟ لا 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 هاي الأصوات ما بحبها.
يا جماعة الخير اللعبة كتير بترعب بترعب. شو هاد؟ يا وين نحن؟ إن شاء الله بس يطلع من الباب. شو عم يحكوا هدول؟ كده شو عم يحكوا؟ حد يترجم لي؟ يا ربي لا إله إلا الله يا ربي عفوك ورضاك. أي باب زفت أنا لازم أطلع منه. يا في حدا جاي أنا عم بسمع. خليني أمشي بحيط الحيط وقول يا رب السترة يا رب. شو السترة يا ربي دخيلك؟ أي باب بدي أطلع منه؟ طب رح أخذ هاي. أخذت الشبع مشان اللي بيطلع لي الزلمة يطلع لي لأحرقه وأحرق موديله. عم بمزح بس عن جد أخذت الشمعة بركي يا أمان، لأنه البيل ما بيحرق الشمعة بتحرق إذا حدا قربها. يا خسرنا. لك حزرت شو طلعت اللعبة على الوقت، يعني في وقت محدد نحن لازم نمرق فيه المراحل، ما كنت بعرفها بصراحة. طيب لك هلا رح عيد هاي المرحلة ريستارت. سكيب تو ذا مين دور. يا الله يعني ما عاد عرفت شو الدور اللي بدهم إياها. لازم نمرق من باب معين. طب وين هالباب؟ انا ما عم لاقي هون في باب. لك مين عم يزت الهي؟ مشان الله يا باب حدا يشرح لي وين الباب. يا طه عمركم المرحلة لقمة ثلاثة خلصناها، صرنا بالمرحلة رقم أربعة. تالتة ما بعرف شلون خلصتها أول مرة، عصجت معي تاني مرة مشي حالي فورا. لحظة مين جيتس إذا لوك إز لوكيد جو شو؟ مين جيتس إز لوكيد جو داونلود ستراد تو فايند أواي شو؟ ما فهمت شي. مصيبة أنا وقت اللي كنت أفهم وما كنت أعرف لأي حل. مصيبة. المهم تعالوا اطلع من الأبواب وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. حاج الصراخ يقطع عمركم. ليش ألعب الرعب كله بيصرخ كله بيعوي بينوي؟ ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما دقرت شي والله العظيم، قسم لكم ما دقرت شي. أوبن لا أحب ذلك، ما بدي فوت له وأطلع. طح فزنا. على فكرة ما فهمت شو سويت، انا نزلت لتحت ومجيت ما فهمت انا العبارة ما فهمتها وما فهمت شو صار، بس المهم مرنا الحمد لله مرنا اخر مرحلة المرحلة الخامسة. الله يسترها شكلها أكثر مرحلة بترعب. Find something which can be useful to start a fire. انجليزيتي ضعيفة يا جماعة الخير. اللي فهمته انه لاقوا شيء لحتى تقدروا تستخدموه لتشعلوا الضوء. بسيطة بسيطة. Go round. لحن أبوكن على أبوها الغناء هذا المستفز. هاي المرحلة الأخيرة وآخر لعبة رعب بحياتي. هاي المرحلة الأخيرة وآخر رعب بلعبها بحياتي، آخر مرة بعمري كله. حاجة وشوشو حاجة وشوشو. منلف ومنرجع مثل ما نحن منلف ومنرجع. والله نحن مش قصدنا أي شيء. طولي بالكم يا جماعة الخير. في إنارة هون، في شمعة. أيوة هاي الشمعة خدوها لنحرق ابو اللي بيطلع بوشنا. خدها قرب جرب يا كلاب قربوا جربوا. فزنا. ها كانت الكصح. ما هو الفاير نحن ما اخذنا فاير اصلا. مهم يا جماعه فزنا باللعبه. اللعبه عباره عن خمس مراحل،
عدينا الخمس مراحل. هي كتير بتخوف اللعبة، كتير كتير، يعني اعتماد اللعبة كلها على الأصوات وعلى الشغلات اللي بترعب جوا. لكن اللعبة كتير سهلة، إذا حبيتوا تنزلوها نزلوها عندكم. بس عن جد اللي بيخاف ما يلعبها وما تحطوا السماعات، لأنه فعلا اللعبة بترعب. أنا ما بحب ألعاب الرعب بس بلعبها كرمالكم. أنا قلبي ضعيف، أنا بنقص من خيالي، بتقولوا لي يا ريما لعبي ألعاب رعب؟ الله يسامحكم، بس باي.